الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث حسنه عدد من علماء الحديث، منهم الحافظ الذهبي والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين في الدنيا، وبالمناسبة لا يصح لفظة حبب إلي من دنياكم ثلاث، فهي لفظة باطلة لم ترد في شيء من روايات الحديث. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا أمرين: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وذكر أمرا محبته أعظم ألا وهو الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين أعلى من مجرد المحبة، أن تقر العين وتكون الصلاة جنة القلب ونعيم الروح، فهذه منزلة أعلى بحيث تكون منتهى الراحة. ولذلك جاء في الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. فهنا تكون سكينة الفؤاد والراحة ومنتهاها، لأن هذه الصلاة صلة بالله جل وعلا، بالخالق العلي الأعلى مدبر الأمر الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله، يعني وحده لا شريك له، ثواب الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا بيده مقاليد كل شيء، فالذي يتصل بالله جل وعلا يكون ذلك سبباً لفلاحه وحصول مطلوبه ومراده وسعادته وراحته في دنياه وأخراه. ولذلك تأمل في سورة المعارج، لما ذكر الله جل وعلا عذاب النار وذكر مصائب الدنيا ونعمها للإنسان إذا مسه الشر جزوعاً، يعني المصائب، عدد من الناس لربما تسخطوا وجزعوا عندما تنزل بهم المصائب، وإذا مسه الخير منوعاً، أي النعمة، ونجا من ذلك الذين لهم صلة بالعلي الأعلى، فتعلو أرواحهم وتسمو أخلاقهم ويصلون إلى الجنة العالية، فالجنة فوق السماء السابعة. فالله جل وعلا العلي الأعلى من كان له صلة بها من كان له صلة به سبحانه وتعالى وبالصلاة التي هي صلة به سبحانه وتعالى أوصله إلى تلك الجنة العالية. قال الله: إلا المصلين، ينجون في حال المصائب وفي حال النعم، فلا يتسخطون عند المصائب ولا يكفرون النعمة عند النعمة، بل يكونون على حال من الصلة بالعلي الأعلى شكراً له عند النعم وصبراً عند المصائب، ويكونون على خير في أحوالهم كلها، على رضا، على سعادة، على طمأنينة، على سكينة، لأن لهم صلة بالله جل وعلا. إلا المصلين. ثم ذكر في أول صفاتهم: الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم ذكر في آخر صفاتهم: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وذكر بين ذلك عدداً من أخلاقهم الثابتة الدائمة التي هم راسخون فيها، فذكر منها: الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يصدقون بيوم الدين، الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم بشهاداتهم قائمون. فمن وجد تقصيراً في شيء من هذه الصفات فليفتش نفسه في صلاته، وليقوي صلته بربه حتى تعلو أخلاقه بقدر صلته بالعلي الأعلى جل وعلا. ثم
ثم قال في جزائهم: أولئك في جنات مكرمون. فمن أراد أن يكون من المكرمين بالجنات عند رب العالمين فعليه أن يكون من المصلين. فهذا هو سبب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك انظر إلى سورة قد أفلح المؤمنون، ماذا ذكر الله جل وعلا في أول صفات المؤمنين المفلحين؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وماذا ذكر في آخر صفاتهم؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالفلاح يبدأ بالصلاة وينتهي إليها. ولذلك المؤمن المصلي إذا توفي فإن روحه تتنعم في الجنة، كما جاء في الحديث أن روح المؤمن تعلق من شجر الجنة، يعني تطعم من شجر الجنة، تعلو له صلة بالعلي الأعلى، تفتح لروحه أبواب السماء ويصعد إلى الجنة، تصعد روحه إليها في الحياة البرزخية وتتنعم بشيء من نعيمها. أما الفاجر والكافر الذي ليس له صلة بخالقه لا تفتح لهم أبواب السماء، وتكون أرواحهم في سجين، في السجن الضيق المظلم الذي هو أسفل شيء وأضيقه وأظلمه تحت الأرض السفلى. وكذلك في الآخرة فإن المصلي تكون صلاته نوراً له، كما في الحديث: والصلاة نور، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. عندما تكون ظلمات المحشر تكون الصلاة نوراً لصاحبها، عندما يريد أن يجوز ذلك الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر وهو منصوب على متن جهنم، كما في الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، تكون تقواه وعمله الصالح عموماً وصلاته خصوصاً نوراً يجوز به الصراط. وكذلك دخول الجنة فإن من أعظم أسباب دخولها الصلاة، كما مر معنا في أول صفات أهل الجنة في سورة المعارج: الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخر صفاتهم: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقد جاء نحو هذا المعنى في عدد كثير من النصوص. وكذلك من أسباب الرقي والعلو في درجات الجنة الصلاة، كما جاء في الحديث عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، يعني الماء الذي يحتاجه في الوضوء ويحتاجه عند الطهارة من قضاء الحاجة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، يعني أطلب ما تشاء من أمور الدنيا. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: وغير ذلك؟ أتريد شيئاً آخر من أمور الدنيا؟ قال: لا، هو ذاك، هذا مطلبي وهذا سؤالي وهذه همتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. بيّن له طريق الوصول إلى درجة عالية في الجنة، وهو أن يكون قوي الصلة بالصلاة وأن يتذلل بين يدي الله بالسجود الذي هو ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. فبقدر ما يكون العبد قوي الصلة بربه وبالتذلل بين يديه في صلاته وسجوده فإن الله جل وعلا يرفعه. وهذا من معاني حديث: من تواضع لله رفعه، يتواضع لله بالتذلل بين يديه في عبادته وصلاته والسجود له فيرفعه الله جل وعلا في جنته ويقربه إليه سبحانه وبحمده، كما في الآية: واسجد واقترب. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وفي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن أحد التابعين سأله: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: سألت عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآبائهم وأمهاتهم من المسلمين. اللهم اغفر لذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وأحبابنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين.
اللهم اجعلنا من عبادك المصلين المخلصين أهل الجنة، ولا تجعلنا من الأشقياء الخاسرين أهل النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.